العلاقات التجارية يا سيد حامد، العلاقات التجارية العراقية التركية في أفضل أحوالها. أنا قلت لك من البداية بأنه مبدأ التبادل التجاري بين العراق وتركيا اليوم 20 مليار دولار، يعني بالنسبة إلى تركيا البلد الثاني لترويج منتجاتها وسلاحها. لماذا هذا الجفاء المائي والانتعاش التجاري؟ أنا قلت يعني اليوم هل الجفاء المائي لتركيا أولا يعني ترحب وتريد أن يكون هناك تعاون تقني ومبني على ترشيد المياه، وهي تسعى لأن يكون يعني تكون هذه الأنهر هي يعني بوابة فتح علاقات أكثر وتواصل أكثر واستقرار، ويعني سبب يعني تطور البلاد المجاورة، لأن تركيا دائما تدرك أن يعني أي استقرار وأي تطور يعني وتحسن في الحالة المعيشية في الدول المجاورة سينعكس على تركيا من الناحية التجارية، حتى إذا نظرت إلى الأمر من الناحية التجارية بعيدا عن الأمور الإنسانية وحقوق الجوار والأخوة، حتى إذا نظرنا إلى الأمر من الناحية التجارية فإن تركيا تريد أن يكون هناك ازدهار ويكون هناك استقرار، لكن تركيا ترى أن هناك خلل صراحة في يعني استخدام المياه أو القدرة على ترشيد المياه، استخدام المياه بشكل جيد أكثر من المياه التي يعني طيب تطالب بها هذه الدول. يعني طيب العلة ليست بكمية المياه فقط، إنما العلة أيضا بعدم القدرة على الاستفادة من المياه الموجودة. وكما ذكرت أستاذ حامد، إذا سمحت لي